أهلا بكم. على وقع الأحداث المتسارعة في أفغانستان والتي انتهت بدخول حركة طالبان العاصمة كابول وفرض سيطرتها على كامل البلاد، أثيرت وتفجرت تساؤلات عديدة بشأن الوضع في العراق إذا ما انسحبت القوات الأمريكية بالكامل منه نهاية العام الجاري وفق اتفاق الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن. وهل سيتكرر السيناريو الأفغاني أم إن اختلاف الموقع الجغرافي بين العراق وأفغانستان يحول دون ذلك، خاصة وأن الأسباب التي استندت إليها واشنطن لغزو أفغانستان في العام 2001 قريبة من ذراعيها في غزو العراق عام 2003، ومن ثم تأسيس نظام سياسي هش وفاسد ومنظومة عسكرية وأمنية هزيلة في كل من العراق وأفغانستان، كانت واشنطن توفر لهما الغطاء والدعم في كل مواجهة شعبية أو عسكرية مناهضة لهذين النظامين. لكن ثم من يرى أنه رغم وجود كثير من التشابه بين وضعي العراق وأفغانستان، فإن التفاصيل الدقيقة لا ترجح تكرار المشهد الأفغاني في العراق لأسباب عديدة. هزيمة أمريكا في أفغانستان بعد 20 عاما على الغزو والاحتلال واحتمالية تكرار هذه الهزيمة في العراق بسبب تشابه المشهدين العراقي والأفغاني هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا أن هزيمة أمريكا المدوية في أفغانستان فاقت هزيمتها في فيتنام ويمكن أن تتكرر في العراق أيضا؟ ولماذا فشلت الولايات المتحدة وحلف الناتو في القضاء على حركة طالبان برغم قضائهم 20 عاما في مطاردة الحركة ومقاتليها؟ وماذا لو قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها مغادرة العراق بالطريقة نفسها التي غادرت بها أفغانستان؟ وما دور الظهير الدولي والإقليمي في تحقيق الانتصار الأفغاني الكبير وإنهاء الاحتلال الأمريكي؟ وهل ثمة إمكانية لبلورة ظهير دولي وإقليمي مماثل في العراق لتعضيد الحركة الوطنية والشعبية المناهضة للاحتلال ومشروعه السياسي؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي، لقاء مكي، ثامر العلواني. قد يحترم المحتل مقاوميه، لكنه محال أن يحترم عملاءه. وإن كانت لابد من مفاوضة فيفاوض خصومه لا الخانعين له. الدرس الأفغاني صار مضربا لكل البلدان التي تعاني من الاحتلال، ولا سيما التي شهدت ذات البداية، العراق على وجه الخصوص، إذ أنه شهد نفس ذرائع احتلال أفغانستان وواجه ذات المصير بعد عامين فقط. مليارات الدولارات أنفقتها أمريكا من أجل ما ادعت أنه تثبيت الديمقراطية في البلاد، وفي العراق كذلك فعلت. حكومة أشرف غني عند أول اختبار تفككت، والمؤسسة العسكرية المعمول عليها كثيرا تشظت وانهارت بمجرد أن رأت الجنود الأمريكيين يغادرون البلاد. فإن كان ذلك في أفغانستان، فكيف بالعراق الذي يشهد تعقيداً عميقاً في المشهد السياسي والأمني؟ القوى السياسية في العراق بدأت تفكر جدياً في المشهد الأفغاني، وكأنه اليوم المقلق المرتقب في حال انسحبت أمريكا سياسياً وعسكرياً من البلاد. القوات الحكومية بكل عدتها وعتادها التي فرت أمام مئات العناصر من داعش في الموصل، كيف لها أن تصمد في وجه أي جهة دون الحماية الأمريكية؟ وكذلك الحكومات التي أغرقت البلاد في الفساد، كيف لها أن تضمن استمراريتها وبينها وبين الشعب العراقي وتر الدم والمعتقلين والأموال المنهوبة؟ طالبان ابنة البلاد عادت إلى سدة الحكم وحيدة دون الغرباء، فالمقاومة الوطنية مهما كان شكلها أقرب إلى أهل البلد وألصق بالوطنية. كذلك في العراق شهد غرباء كثر، فكانت داعش وكانت الميليشيات المؤتمرة بإيران، وكلها تزول عند زوال داعميها. أما المقاومة الوطنية لا يمكن أن تنتهي، أكانت مسلحة عسكرية أو سلمية من المتظاهرين الوطنيين. في المشهد العراقي لا بد للساسة أن يطرحوا سؤالا إضافيا مرعبا لهم: ماذا لو زال الاحتلال الإيراني مع الاحتلال الأمريكي؟
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في احتمالية تكرار المشهد الأفغاني في العراق، هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا خرجت أو أخرجت من أفغانستان بعد 20 عام على الغزو والاحتلال الأمريكي. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، وأيضا معنا من العاصمة القطرية الدوحة عبر الهاتف الدكتور لقاء مكي، الأكاديمي والباحث السياسي، ومن العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. نبدأ، أهلا وسهلا، نبدأ مع دكتور رافع. دكتور، يعني هزيمة كبيرة مدوية كما وصفت من قبل المراقبين للمشهد الأفغاني بخروج الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المشهد الذي نقلت صوره عبر وكالات الأنباء، ودخول حركة طالبان كابل وسيطرتها على البلاد. طبعا هنا بعد هذه الأحداث هناك من الحقيقة أوجد ربطا أو أنه تحدث عن تكرار هذا السيناريو في العراق لتشابه المقدمات والتفاصيل. هناك غزو بذرائع ليست صحيحة، اتضحت لاحقا أنها زائفة، عملية سياسية هشة وفاسدة، منظومة أمنية وعسكرية أيضا هزيلة ويعني هشة. هل تمت مؤشرات أخرى على أن ما جرى في أفغانستان قد يجري في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا دكتور. وأقول بداية، من الضروري أن يقرأ الدرس الأفغاني بجدية في العراق، يعني وأقصد بجدية في العراق أن لا نقرأه وفقا لمعطيات اليوم والغد، بمعطيات الأمس واليوم فقط، بمعنى أن ننظر إلى أقدامنا فقط وإلى ما تصل إليه رؤيتنا فقط، يعني أن ننظر إلى المستقبل. ربما في المستقبل الآن ربما المعطيات قد لا تكون واضحة وقد تكون في صالح الطرف الآخر، أنا أقصد في العراق، لكن مع تطور الحالة وقراءة الموضوع بشكل شامل سنجد أن الوضع يتغير. أقول أنه ربما العنوان الرئيسي الذي حصل في أفغانستان يعيدنا إلى عنوان أساسي يجب أن نتذكره دائما، أن الأرض تقاتل مع أهلها، والأرض قاتلت مع الأفغان، قاتلت مع طالبان، وبالتالي بعد 20 سنة هذا الدرس الذي حصل، وهذا جزء من التاريخ الذي نؤكد عليه، هذا جزء من دروس التاريخ. لماذا يقرأ التاريخ؟ التاريخ فيه عبر وفيه مثولات، وجزء من عنده هو الذي يقصده كتاب التاريخ والذين يدرسون التاريخ والذين يؤكدون عليه. في قضية أمريكا وعلاقاتها لا تتعلق فقط في أفغانستان، ربما الدرس الفيتنامي حضر أيضا، درس فيتنام أيضا حضر بكل شكله يشبه الدرس الأفغاني، وربما يعني يمكن إسقاطه على الدرس العراقي. بعد 18 سنة من احتلال العراق الأوضاع تتشابه الحقيقة. البعض من قليل البصر أو الرؤية، لا أعرف ماذا نسميهم، أو قصيري البصر، يقولون أنه لا، الوضع في أفغانستان والعراق لا يتشابه. أنا لا أقول يتشابه، يختلف نعم، لكن في المعطيات هناك تشابه كثير وهناك دلالات كثيرة. هم يركزون على أن أمريكا خرجت من أفغانستان بدون اتفاق استراتيجي، وأمريكا اتفقت مع العراق على هناك إطار استراتيجي للتعاون. هذه يعني كذبة كبيرة، وأمريكا إن أرادت أن يعني تنفض يدها من كل شيء ستنفضه بسهولة وبدون أي اتفاقات. وكل هذه القضايا، الاتفاقات والاتفاق الاستراتيجي والتعاون وكذا، هذه قضايا تخص مصالحها، إذا ما تغيرت مصالحها يعني تدوس عليها بأقدامها، هذا وهذا التاريخ واضح تماما. فبالتالي يجب أن نركز على أن الدرس الأساسي فيما حصل في أفغانستان وفيما حصل في فيتنام قبلها في عام 75 وما يحصل في العراق، هو الأساس هو الفساد. الفساد هذا الذي عم في كل المفاصل هو نفسه، هو في أفغانستان، هو في العراق، هو كان في فيتنام. هذا الفساد أدى إلى الفشل، إلى أنظمة فاشلة، أنظمة مستهترة مستبدة سارقة لقوت الشعب، ظلمت شعبها، دمرته. فبالتالي أنت أمام حالة
نموذجية لانفجار لقنبلة موقوتة، كانت موقوتة في أفغانستان وانفجرت، كانت موقوتة في فيتنام وانفجرت، وفي العراق هي موقوتة، انفجرت انفجارات صغيرة، لكن الانفجار الكبير سيأتي لاحقا. مهما كان، ربما البعض يقول أنه في أفغانستان تختلف لأن هناك طلبان، هناك قوى مسلحة، دكتور. في العراق ليس لديهم قوى مسلحة، هذا موضوع آخر ممكن الحديث عنه. نتحدث عن قضية الاختلافات بين المشهدين أو الوضعين في العراق وأفغانستان في سياق هذه الحلقة. دكتور لقاء مكي، أولا مرحبا بك معنا. مرحبا بك، أنا وسهلا أخي. أهلا دكتور. دكتور، هناك من يقول أنه الذي جرى في أفغانستان من دخول حركة طالبان إلى كابول، سيطرتها على البلاد، خروج القوات الأمريكية، الحقيقة يجب أن يقرأ في سياق الحالة الأفغانية فقط، ولا يجب مقاربته أو إسقاطه على حالات أخرى. العراق مثلا، حتى وإن تشابه البلدان في قضية تعرضهما لغزو خارجي أمريكي، تأسيس عملية سياسية فاسدة هشة بها كل الأمراض، فعلا المقاربة لا تجوز هنا، ويجب أن تقرأ الحالة الأفغانية لوحدها. نعم، شكرا جزيلا، وتحياتي لضيوف الكرام. أهلا. هو طبعا بالتأكيد يعني أعتقد أنه لكل نموذج خصوصياته. نعم. وأعتقد أن المقارنات المطلقة هي خاطئة في كل الحالات، ليس فقط في سياق الحالة الأفغانية اليوم. نعم. كل الحالات لها خصوصيات، حتى الربيع العربي لا يمكن أن نقيس مصر على تونس على سوريا على ليبيا، والدليل أن الأحداث سارت في كل دولة من هذه الدول اللي شهدت ثورات عربية سارت بطريقة مختلفة عن الأخرى. نعم. بالتالي يعني الاختلافات البينة بين الدول على صعيد البناء الاجتماعي والعلاقات الدولية، وعلى صعيد حتى الموقع الجغرافي والتحالفات، كل هذا يؤثر على طبيعة الأحداث اللي تجري في ذلك في هذا البلد أو ذاك. أفغانستان طبعا طالبان لم توجد مع الاحتلال الأمريكي، طالبان موجودة منذ عام 94 كما نعلم، أسست 94 واستلمت السلطة 96، وبالتالي هي سبقت الغزو الأمريكي بخمس سنوات، يعني هي كانت على رأس السلطة حينما غزت الولايات المتحدة أفغانستان، وبالتالي هي كانت سلطة، يعني نحدث احنا عن آلية مختلفة تماما. وأيضا أفغانستان خلال 20 سنة من القتال منذ الغزو لم تنشق، لم يعني تنكسر أو تضيع في تلافيف العمل السياسي والعسكري، طمدت ودفعت أكثر من 50,000 قتيل. وحينما صار هناك اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة وانسحبت أمريكا، يعني سيطرت على المدن لأسباب معينة. نعم، الفساد اللي كان في الجيش الأفغاني رغم العدة والعتادة اللي يمتلكه، لكن الفساد وسوء القيادة وعدم الثقة بالسياسيين لم يمكن من القتال، وانهزم أمام طالبان في بضعة أيام حتى دخلوا كابل. فأعتقد أن يعني تطبيق نفس الحالة على العراق بأي شكل من الأشكال، لأنه فقط لأن هناك عامل مشترك هو الغزو، أمر يعني غير يعني ربما لا يكون دقيق للأسباب التالية. أولا، الأمريكان حتى لحظة انسحابهم أو بدء الانسحاب هم كانوا فاعلين في أفغانستان، يعني نتحدث إحنا عن وجود أعداد غفيرة من الأمريكان في أفغانستان، وإحنا اليوم أمامنا عملية الإجلاء، يعني التقديرات حوالي 15,000 أمريكي من غير العسكريين موجودين في أفغانستان، بين استخبارات، بين رجال أعمال، بين موظفين، بين دبلوماسيين، ما يعني عدد هائل، هاي غير الغربيين، غير الناتو. يبدو انقطع الاتصال ويا الدكتور. على كل، حتى يعود لنا دكتور لقاء مكي، نتوجه إلى عمان مع ضيفنا دكتور ثامر العلواني. دكتور مرحبا بك. حياكم الله أخي الكريم. أهلا دكتور. في بيان هيئة علماء المسلمين، بيان التهنئة بانتصار الشعب الأفغاني في إخراج الاحتلال،
قال البيان أنه انتصار الشعب الأفغاني الأخير هو محصلة ظروف ذاتية تتعلق بالحركة حركة طالبان من جهود طويلة وإصرار متواصل، بالإضافة إلى ظروف موضوعية أبرزها هكذا جاء في البيان الظهير الإقليمي والدولي والمنصات الخارجية للتفاوض، وهو ما لم يتهيأ لتجارب أخرى لا سيما في المنطقة العربية. ممكن شرح أكثر لنقطة الظهير الإقليمي والدولي الذي ساعد أو دفع بالانتصار الأفغاني؟ بداية تحية لحضرتك وتحية لضيفك الكريمين ولمشاهدي قناة الرافدي. أولا، حركة طالبان استطاعت في النهاية أن تهزم أمريكا وتطردها من أفغانستان بشكل مذل للجيش الأمريكي، أقوى جيش في العالم، ولكن في النهاية تحطم هذا الجيش أمام صمود الأفغان ومقاومتهم وجهادهم ضد المحتل، خصوصا أننا نتكلم عن شعب اعتاد على مواجهة القوى العظمى، فهزم بريطانيا العظمى في حينها وهزم الاتحاد السوفيتي، وهي أمريكا تلحق بركب المنهزمين وبشكل مخزي لم يتوقعه حتى أعداء أمريكا. مشاهد رأيناها أعادت لنا مشاهد هزيمة أمريكا في فيتنام. أما بخصوص سؤال حضرتك، طالبان استطاعت مع مصادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أن يعني يبدو ثبت مرة ثانية أنه مقبرة الغزاة أفغانستان. بالضبط، هذا كان تصريح يؤكد، بالإضافة لأنه حاول أن يبعد أو يفرق ما بين المشهدين بكلام لا قيمة له، بأن كانت الانهزام من فيتنام عبر السفارة والآن هم ينهزمون عبر المطار الكابر. أما بخصوص سؤال حضرتك، طالبان استطاعت مع مصادرتها ومطاولتها وقوتها على الأرض أن ترتب أوراقها وتجاهد الغزاة جميعهم، حلف الناتو، قوات أمريكا، أتباعها من دول المنطقة، أوقعت خسائر كبيرة في صفوف المحتلين، وصاحب ذلك أيضا كسب الحاضنة الشعبية الأفغانية. استطاعت طالبان أن تكسب ثقة الشعب الأفغاني وأقنعته بضرورة التغيير، ومن هنا استطاعت أن تثبت لبعض الدول أنها قوية ويمكن أن يراهن عليها، ومن هنا استطاعت أن تنفذ إلى بعض الدول مثل باكستان ودول أخرى، وكسبت ظهيرا لها يمكن من خلاله أن تتحرك سياسيا مع تحرك الميداني على الأرض. وهذه هي النقطة الجوهرية والفارق الجوهري ما بين العراق وأفغانستان، أما الأمور الباقية فكلها متشابهة. ولذلك رأينا الدول مثل قطر الآن تتبنى أو تبنت الوساطة منذ سنوات بين طالبان وأمريكا. في الجانب العراقي هذه كلها موجودة وتحققت من أول سنتين، أقصد خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية قوات الاحتلال، وكسبت المقاومة العراقية ثقة الشعب العراقي. المقاومة العراقية كسبت في أول سنتين الحاضنة الشعبية خصوصا في المحافظات الشمالية، محافظة ديالى، الأنبار، بغداد، صلاح الدين، حتى وصل الحال بالقوات الأمريكية عام 2006 أن تستنجد بالجامعة العربية لوجود حل وخروج القوات الأمريكية منها بشكل يحفظ لها ماء الوجه. ولكن للأسف المقاومة العراقية لم تجد لها ظهيرا دوليا، أو لم تجد لها دولة تتبنى المقاومة وتدعم المقاومة مثل ما دعم الطالبان وإن كانت بشكل سري، بل وحتى الوساطات على أقل تقدير لم تستطع أي دولة أن تهتم بهذا الملف، وكأن الجميع تآمر على العراق أو أنه متخوف وخاضع للإرادة الأمريكية. للأسف هذا لم يتوفر للعراق لا دولة إقليمية ولا دولة عربية ولا حتى من يتربص بأمريكا من الدول العظمى. للأسف المقاومة العراقية يمكن أن نقول أنها يتيمة، بل الأمر المحزن أنه أكثر أو بعض الدول دول الجوار خصوصا تآمرت على المقاومة العراقية وتسببت بشتاتها، مع أن المنوط بها كان دعم المقاومة لا قتل المقاومة. والآن رأينا ما هو الثمن، ما هو ثمن إهمال المقاومة، ما هو ثمن التآمر على المقاومة. المنطقة الآن أصبحت كلها تعاني بسبب ترسيخ أحزاب طائفية تعلن بشكل قبيح ولاءها لإيران، وإيران أيضا تسير في مشروعها التوسعي في المنطقة، وأصبح أمن المنطقة أصلا معدوم بسبب أن الميليشيات المنتشرة على الحدود وعلى دول الجوار هي تخضع للإرادة الإيرانية. فلذلك هذا الظهير الذي حصلت عليه طالبان نسبيا لم يتوفر للمقاومة العراقية مطلق. أشكرك دكتور رافع. يعني هناك من يتحدث ربما بحسن نية أو بتخابط
أن الانسحاب الأمريكي إذا ما تم بالطريقة التي تم بها في أفغانستان، هذا الهروب الكبير الذي جرى بهذا الارتباك من العراق، فإنه سيكون ذا نتيجة كارثية على العراق. هذا يعني أن العراق قد كتبت شهادة وفاته. العراق إذا ما خرجت القوات الأمريكية بالطريقة التي خرجت بها من أفغانستان، هذا يعني تسليم العراق إلى إيران وميليشياتها وتحويله إلى محافظة عراقية. على الأقل الآن هناك شيء من الأمن، طبعا كما يقول هؤلاء، هناك شيء من التوازن، من الردع، يعني إلى حد ما. لكن خروج أمريكا من العراق هذا يعني حمل العراق ووضعه بالكامل في فم الولي الفقيه. والله استاذ ماجد، انا اعتقد انه العراق هو يعني هي امريكا من جعلته في فم الولي الفقيه. نعم. من البدايه، وهي من دفعت بايران لكي تتغول في العراق، والعراق محكوم بالاراده الايرانيه، واضح هذا. ووجود امريكا وعدم وجودها لا يعني انه ايران مقيده في التحرك في العراق ابدا، ولا يعني وجود أمريكا في العراق، وجود قوات أمريكية في العراق أنها تحمي العراقيين. هذه كذبة كبيرة. أنا أعتقد هذه واحدة من أضاليل الواقع الذي يحاول البعض تضليلنا به. ربما تسند قوى معينة تخدمها هنا وهناك، يعني تنفذ لها مطالبها وجراء عندها، فيتحدثون بهذه الطريقة. لكن واقع الحال أمريكا تعرف من سلم مفاتيح العراق لإيران هي أمريكا، وبالتالي كل ما يجري الآن في العراق هو صناعة أمريكية. يعني كل ما جرى فيه من تغول، من ميليشيات، من ذبح، من طائفية، من تهجير، كل هذا جزء من عند ضمن الترتيبات الأمريكية. هي لأن السؤال الأساسي هو لماذا أمريكا جاءت واحتلت العراق؟ يعني بعد أن اعترفوا أنهم لم يأتوا لأجل أسلحة الدمار الشامل ولا الديمقراطية ولا كل هذه الكذبة، هم جاءوا لتدمير العراق. فبالتالي كل هذه الخطوات، مشروع الاحتلال يؤدي إلى تدمير العراق، وإيران غير أداة لتدمير العراق. فبالتالي هذا الكلام غير منطقي. وأريد أن أقول شيئا، ربما يعني حتى لا نذهب بطريق آخر ولا يفهم من كلامنا أنه إحنا يعني قراءتنا غير جدية وغير واقعية لما يحدث في أفغانستان والعراق. يعني سمعت كلام مثلا العامل المشترك هو الغزو فقط بين العراق. لا، نعم العراق تعرض للغزو وأفغانستان تعرضت للغزو، لكن العامل المشترك أكثر من عامل مشترك. العامل المشترك الفساد الذي دبه، هو من أسقط النظام في أفغانستان، هو الفساد، هو الخراب، هو الدمار. لو استطاعت أمريكا، لو أرادت أمريكا أن تبني نظاما جيدا وغير فاسد وقادرا يحتوي البلاد، لما وصلت الحال لهذه. وهذا ما حصل في العراق. الفساد هو الذي أدى إلى جيش متهري، قوات أبنية متهرية، لا عقيدة قتالية، لا حب للوطن، ولاءات كثيرة، رايات صغيرة كثيرة، الكل له ولاء لرايات صغيرة. فبالتالي هذا التمزق هذا يقضي على كل قدرة على النهوض والوقوف وبناء بلد. فبالتالي نحن شبيهين لهذا الوضع بصورة كبيرة جدا جدا، والانهيار قادر. ربما الاختلاف الوحيد اللي تحدثت عنه قبل قليل هو وجود طالبان كقوة عسكرية، ومثل ما تحدث أخي الدكتور لقاء، من عام 94 موجودة وتحمل السلاح وكانت حكومة. نعم، لكن أيضا هناك في العراق شعب رافض الآن، وصل رفضه إلى مستويات عالية جدا جدا. هل دكتور اسمح لي، هل هناك خليني فقط سؤال واحد؟ اي تفضل، بس عند فاصل هذا الموضوع. أنا أسأل الجميع، يعني من يؤكد لي أو من يجزم أن الشعب العراقي لن يحمل السلاح في يوم ما؟ فبالتالي ربما الشعب العراقي أيضا يحمل السلاح. ما هي إذا القضية بالسلاح سيحمله الشعب العراقي يوم ما، لأنه عندما يجرب كل الطرق السلمية ويقتل بالشوارع ويسحل ويذبح ولا يحصل ولا يستطيع تحصيل حقوقه، فبالتالي سيجبر إلى هذا الطريق، سيجبرونه إلى هذا الطريق. هذا واقع الحال. نعم، نتمنى أن تبقى الأمور سلمية، ونتمنى أن تبقى تظاهراتهم ورفضهم ومقاومتهم سلمية، لكن من يضمن أن هذا سيبقى سلميا، وأن القوى هذه لن تشكل بؤرة مسلحة ضد كل ما يجري؟ أشكرك. من يضمن؟
أستأذن منك ومن بقية الضيوف الكرام والمشاهدين، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة طاولة حوار عن احتمالية أو فرص تكرار المشهد الأفغاني في العراق بهزيمة أمريكا قوات الاحتلال الأمريكية في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في فرص أو احتمالية تكرار المشهد الأفغاني في العراق بانسحاب قوات الاحتلال وانهيار النظام أو العملية السياسية في العراق. أضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور لقاء مكي والدكتور ثامر العلواني. دكتور لقاء مكي، الولايات المتحدة وحلف الناتو بعد 20 عام من المطاردة والقصف والحملات الاعتقال والمطاردة وما إلى ذلك، لكن الحقيقة والقتل طبعا، لم تنجح في القضاء الكامل على حركة طالبان التي طبعا ربطتها بقوى الإرهاب بداعش بالقاعدة وما إلى ذلك، لم تنجح أو فشلت في تحطيم هذه الحركة واضطرت للتفاوض معها وعقد اتفاق والخروج من أمريكا وتسليم يعني سيطرت على البلاد والآن أعلت إلى السلطة، بينما نجحت في العراق في تحطيم القوى المقاومة الشعبية مسلحة. الأمر في العراق كأنه بسط لها، لماذا هنا نجحت وهنا فشلت فشلا ذريعا؟ دكتور لقاء، يعني حقيقة طبعا لا نريد أن نظلم المقاومة العراقية الباسلة. نعم معك، يعني لا تسمعني، تفضل دكتور. معك نعم. لا يعني لا نريد أن نظلم المقاومة العراقية الباسلة، حقيقة قدمت ما استطاعت، وفقط يعني للإشارة خلال سنوات المقاومة التي هي لم تكن طويلة جدا، يعني إذا قلنا إلى سنة 2007 من 2003، عدد الخسائر بالجنود الأمريكان الرسمية المعلنة الرسمية من الدفاع الأمريكية أعلى من عدد القتلى في أفغانستان خلال 20 سنة. يعني حسب الإعلانات الرسمية الأمريكية حوالي 4500 جندي قتيل وحوالي 30-40 ألف جريح، ونتكلم عن إحصائيات رسمية. وهذه قد تكون أقل من الحقيقي. أما في أفغانستان فالرقم حوالي 2500 جندي من القتلى في 20 سنة. بالتالي المقاومة العراقية تمكنت فعلا من أن تؤذي الاحتلال، وفي تقرير بيكر هاملتون يعني حول الأحداث في تلك الفترة كان هناك كلام عن أن أمريكا كادت في زمن بوش أن تعلن سقوط محافظة الأنبار بشكل نهائي لولا تعيين بيتريوس، وطبعا القصة الخاصة بالصحوات والمقاربة المختلفة التي تبعتها الولايات المتحدة من أجل استيعاب زخم المقاومة، وبعدين الحرب الطائفية التي افتعلت من أجل امتصاص زخم المقاومة. لذلك يعني هذه واحد من المقدمات المهمة في هذا الجانب. الأمر الآخر، أفغانستان كجغرافيا مختلفة عن العراق. العراق بلد سهلي منبسط، المقاومة العراقية لم يكن لديها أماكن تلجأ لها، لا دول جوار حتى نقول حواضن أو أماكن يمكن أن تلجأ لها مثل ما حصل مع طالبان في باكستان. طالبان هي معظمها من البشتون، البشتون يشكلون حوالي 60% من عدد سكان أفغانستان، قبائل البشتون، وهؤلاء منتشرون على في قندهار يعني جنوب كابل
مع الحدود مع باكستان، وطبعا عدد البشتون في باكستان اكثر من عدد البشتون في افغانستان، وبالتالي هناك ترابط اسري وقبلي كان يسمح لمقاتلي طالبان اللي هم اصلا نشأوا في المدارس الدينية في باكستان، يعني هم طلبة يسمون طالبان يعني طلاب، نعم، فبالتالي علاقتهم بنظرائهم بالبشتون في باكستان قوية جدا، بحيث كانوا يذهبون إلى باكستان وهناك يخططون للعمليات ويجمعون أموال ويجندون متطوعين، وهذا كان نقطة مهمة. بالإضافة لذلك طبعا تضاريس القاسية في باكستان في أفغانستان، تضاريس الجبلية القاسية اللي تجعل من إمكانية إرسال مدرعات أو مشاة أو جنود من المارينز إلى هذه المناطق شبه مستحيلة، فكان أمريكا يكتفي بالطيران، والطيران لا يمكن أن يقوم بكل العمليات، لأنه نعم. في جبال قندهار أنت كان ممكن أن تتخبى في مغارات القنبلة الذرية ما توصلك، حتى استخدموا قنابل الصوت في وقتها اللي الفراغية فراغية، نعم، في تلك المنطقة اللي القضاء على أسامة بن لادن والقاعدة في حينها الفراغية، نعم. فهذه حقيقة من الأسباب المهمة، نعم. الجوانب الاجتماعية قبائل البشتون والجوانب الجغرافية ووجود دول جوار لا سيما باكستان، نتحدث هنا عن باكستان بشكل خاص، في حين المقاومة العراقية حرمت من هذا كله. طبعا لا أتحدث فقط أيضا عن شدة المقاتلين البشتون، لأن أيضا المقاتل العراقي كان شديد، لكن بالتحديد التسليح اللي يجي من باكستان، المتطوعين البشتون، الأموال اللي تجي من باكستان من البشتون، ما أتكلم عن الحكومة طبعا الباكستانية، لكن المناطق الجغرافية من الصعب حتى على الحكومة الباكستانية تسيطر عليها. الوازع الديني القوي جدا اللي كان لدى هذه القبائل المحافظة للغاية، اللي كان عملية جذب المتطوعين منها سهلة نسبيا بسبب الوازع الديني، نعم. والقبلي بطبيعة، نعم. هذا هو اللي حقيقة كان سبب مباشر في استمرار حركة طالبان كحركة قوية مؤثرة، ولم تنشق ولم تهتز ولم تدمر، رغم أنها دفعت خسائر وتكاليف عالية جدا بشرية. المقاومة العراقية تعرضت لمؤامرة كبيرة لم يكن بالإمكان عملها، يعني كان من الصعب على أمريكا أن تسوي صحوات في بين البشتون، ما يقبلون، ما ممكن، لكن عندنا قبلوا، كان بإمكان إيجاد عملاء من هذا النوع، نعم. فلذلك القضية الطائفية، التفجير المرقد العسكري كما نتذكر في سامراء كان سبب مباشر، وطبعا هذا تفجير غامض ومشوب يعني بشبهات من أجل خلق حرب طائفية تستوعب زخم المقاومة، هذا حصل، لأن أصلا ليس هناك تفاوض طائفي في أفغانستان إلا بعدد قليل من الشيعة يمثلون بين يعني 10% وإلى 15% كحد أقصى، فبالتالي هؤلاء لم يكونوا، نعم. قوة مقاتلة ذات شأن في مواجهة طالبان. على أي حال هذه كلها عوامل، نعم. جعلت من المهمة الأمريكية في أفغانستان أصعب عسكريا مما هي عليه في العراق، نعم. التفجير المرقدي لاحقا قائد القوات الأمريكية كايس اعترف بأنه طبعا اتهم إيران بأنه من يقف خلف هذا يعني هذا التفجير. أشكرك دكتور. دكتور ثامر، يعني جاء في البيان يتحدث عن هزيمة أمريكا في أفغانستان أعاد إلى الأذهان مشاهد لهزائم أمريكية يعني سابقة في فيتنام وغرينادا وغيرها، يعني فهل تتوقع أنه أيضا قد يكون العراق في قادم الأيام صورة أخرى لهزيمة أمريكية تضاف إلى هزيمتها في أفغانستان وفي فيتنام؟ لا شك أخي الكريم أن كل احتلال وغزو باطل أو يطال دول معينة لها تاريخ وحضارة لابد في النهاية أن يطرد المحتل ويوقع بالمحتل هزيمة كبيرة، وهزيمة أمريكا على الطالبان هي أكبر شاهد ودليل على ما أقول. لم يكن أحد يتوقع أن تنهزم أمريكا بهذه الطريقة، آلاف القوات الغازية والمتعاونة مع الاحتلال الأمريكي، بل الدول المشاركة مع القوات الأمريكية أصبحت تريد النجاة فقط، نجاة جنودها خوفا من استهداف من قوات طالبان. مشاهد فيتنام تكررت في العاصمة كابول، الكل يتسارع إلى صعود الطائرات، قوات دولية وعناصر استخباراتية ودبلوماسية، الكل أصبح لا يعرف ماذا يفعل أو كيف يهرب.
فمشاهد فيتنام تكررت في أفغانستان، حتى الرئيس الأمريكي حاول أن يدافع عن هذا، عن اختلاف المشاهد، لكن قضية الانهزام أصبحت مدوية في كل أنحاء وأرجاء العالم. ولكن إذا نظرنا إلى العراق وأفغانستان لوجدنا أن أسباب ومقدمات الغزو كانت واحدة أو شبيهة، وطريقة الغزو كانت شبيهة ببعضها، والسبل في ترسيخ حكم جديد ونظام سياسي جديد في كل كلا البلدين أيضا كانت متشابهة. احتلال غاشم، تنصيب حكومات موالية لأمريكا، جيش مدرب أمريكيا لا يحمل الولاء للوطن، ثم مخرجات هذه العملية السياسية دمار، خراب، السير نحو قعر الهاوية، وأيضا وجود مقاومة حقيقية في كلا البلدين، ولكن الاختلاف كان واضحا أن المقاومة العراقية لم تستمر على طول 18 عاما بخلاف المقاومة الأفغانية. ولكن هناك فرق أيضا، أن المقاومة العراقية كانت أسرع من مقاومة الطالبان. نعم. مقاومة الطالبان احتاجت إلى يعني سنتين تقريبا حتى عادت تنظيمها وبدأت تقاوم القوات الأمريكية بشكل كبير جدا. هناك أنشئت ميليشيات أيضا تخدم مصالح المحتل. كل هذه تستلزم أن نرى هزيمة أمريكا في العراق كما رأيناها في أفغانستان. فأنا أتوقع حصول المشهد الأفغاني ولكن بشكل أخف، ولكن فقط على المقاومة العراقية وفصائلها الوطنية الحقيقية التي جاهدت المحتل في سنينه الأولية أن تعيد حساباتها وتنظيم صفوفها من أجل إرغام المحتل على الانسحاب وإنقاذ العراق من واقعه المأساوي، بخلاف ما يدعى أو تحاول الميليشيات أن تصور نفسها على أنها مقاومة، في الحقيقة هي أحد أركان الأركان التي تستند عليها أمريكا في استمرارها في احتلال العراق. نعم دكتور رافع، الحقيقة كثير من المراقبين القريبين من السلطة طبعا يتحدثون عن عوامل عديدة تحول دون تكرار هذا المشهد، ويعولون عليها كثيرا في أن لا يتكرر هذا المشهد. موقع العراق الجغرافي، أهميته في قلب الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عنه، العراق ليس كأفغانستان، هناك من تحدث عن وجود تيارات وأحزاب سياسية موجودة، العملية السياسية في العراق تطورت، ليست كالعملية السياسية في أفغانستان. فعلا هذه عوامل تراهن عليها السلطة ومؤازريها وأنصارها في أن لا يتكرر هذا المشهد الأفغاني في العراق، ستحول دون تكرار هذا المشهد. أستاذ ماجد، بالنسبة للعامل الخارجي وأقصد أمريكا، أمريكا تحدد مصالحها، يعني عندما تحدد مصالحها بالطريقة التي تراها ستتخلى، ستقف، ستدعم مصالحها، هي من تحدد موقفها الحقيقة. هذا واحد. الثاني، الوضع الداخلي في العراق وضع مزري، وضع منهار، يعني هذا الذي يصورونه دولة هو لا دولة، يصورونه أحزاب وقوى وعملية سياسية وبرلمان، كذبة كبيرة. هذا مجرد إطار يعني تحكمه الميليشيات والعصابات، هذا واقع الحال حقيقة. فبالتالي ما يتحدثون عنه، ربما البعض منهم يتحدث أنه يعني العراق عند اتفاقية استراتيجية مثل ما قلت مع أمريكا، فلذلك هذه كذبة كبيرة، لأنه مثل ما قلت مصالح أمريكا هي من تحدد. البعض يتحدث أن العراق غني غير عن أفغانستان. نعم، أفغانستان تعتبر واحدة من أفقر دول العالم، نعم، لكن العراق بكل هذا غنى، بكل هذه ثرواته، يعتقدون أن النفط، أنه لأن عندنا الآن نصدر 4 ملايين برميل يوميا، فالسوق السوق الدولية لا يمكن أن تستغني عن النفط العراقي. هذا وهم. في 13 سنة حاصروا العراق استغنوا عن النفط كله. دول الأوبك مجموعة، كثير من دول الأوبك وكلها، كل دول الأوبك تتمنى أي دولة تخرج حصتها لكي تأخذ حصتها وتدفع هي، يعني تصل إلى معدلات إنتاج أعلى لكي تأتيها موارد أكثر في هذا الظرف الاقتصادي الصعب. هذا واحد من النشون الكبيرة. ثانيا وهو أيضا مهم، أنه هاي مسألة النفط ومسألة الاعتماد على النفط، ربما بالعشرين سنة القادمة لن تعود هناك تأثيرات للنفط على العالم مثل ما هي الآن. نعم. الآن الدول تبحث عن الطاقة النظيفة، تبحث عن موارد أخرى، وبالتالي قيمة النفط ستقل، والموازنات التي تعتمد على النفط مثل العراق ستنهار.
إذن هذه كلها العوامل لا يمكن أن تساعد على قوة الوضع العراقي الحالي، قوة الحكومة وقوة الأحزاب والعملية السياسية بما يمنع الانهيار. الانهيار موجود، الفساد موجود، الخراب موجود، الدمار موجود. بالعكس لدينا الآن يعني نسبة فقر عالية كما في أفغانستان، لدينا أمية، لدينا خراب، لدينا ميليشيات، فبالتالي عوامل الانفجار متوفرة. أشكرك دكتور لقاء مكي. صحيفة البوليتيكن الدنماركية كتبت يعني على وقع الأحداث في أفغانستان، كتبت أنه هذه الهزيمة التي جرت في أفغانستان لأمريكا وحلف الناتو يجب أن تقود كل من أمريكا وحلفائها في الناتو في الذي يمكن أن يحقق عبر التدخلات العسكرية الخارجية. تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها سيتوقفون مليا حتى لا يقعوا في مستنقع آخر على غرار المستنقع القديم فيتنام والمستنقع الحديث أفغانستان ومستنقع آخر في العراق، واحتمال أيضا أن يكون ربما أكثر مرارة من أفغانستان؟ دكتور لقاء، هو بالحقيقة بعد قصة العراق الأمريكان معك تفضل إذا تسمعني. ما كنت أسمعك، الآن أسمعك جيد. نعم تفضل. تسمعني؟ أسمعك دكتور. تسمعوا؟ أسمعك واضح. نعم. بعد الغزو العراق وما حصل للولايات المتحدة فيه، ولا سيما فشل المهمة في العراق، يعني سيطرة إيران، أصبح الخشية من تدخل قائمة. أفغانستان كانت ورطة لكنهم لم يكونوا قادرين على الخروج لأسباب مختلفة، وخروجهم اليوم يعني بغض النظر عن حقيقة توصيفه بالهزيمة أو كذا، هو صار باتفاق وصار برغبة أمريكية للهرب من أفغانستان كما حصل في الهرب من العراق. نعم. حتى أنه أيضا فقدنا الاتصال ويا الدكتور. على كل أكو دقائق إن شاء الله قادمة نحاول يكون ويانا الدكتور لقاء. دكتور ثامر، ما المطلوب عراقيا وطنيا وشعبيا لتحقيق منجز عراقي على غرار المنجز الأفغاني في التخلص من العملية السياسية، مشروع الاحتلال والعملية السياسية ومخرجاتها جميعا؟ لا شك أن الاحتلال في العراق متهاوي وآيل للسقوط، والأمر واضح منذ سنوات، وهو يعتمد في استمرار وجوده في العراق على ركيزتين أساسيتين: الأولى الحكومات التي هو يصنعها وصنعها، والثانية الميليشيات الإجرامية الموالية بشكل كامل لإيران. هذان الركنان أصبح الشعب العراقي يمقتهما تماما، لأن الشعب العراقي مقتنع تماما أن هؤلاء لم يجلبوا إلا الدمار والخراب للبلاد، واستمرارهم يعني استمرار المعاناة للشعب العراقي. وبمجرد إعلان أمريكا انسحابها من العراق ستتهاوى هاتين الجهتين. لذلك على القوى الوطنية التي واجهت المحتل وعمليته السياسية أن تتوحد أو توحد صفوفها بشكل علني، وتعلن بشكل واضح وصريح أنها ضد العملية السياسية الحالية، وتستفيد من تجربة أفغانستان، وتستعد لمرحلة قادمة هي مرحلة ما بعد انهزام أمريكا وانسحابها من العراق بشكل كامل، وأن لا تترك الأمور من غير تخطيط مسبق، لأن المشهد الأفغاني والعراقي متشابهان إلى حد كبير، فلم يبقى إلا مرحلة التحرك الدولي بشكل جماعي وموحد من أجل العمل على تدارك الأمور وعدم الوقوع في المخطط الأمريكي القديم الجديد الذي هو يعتمد على إثارة الفتنة الطائفية وترك البلاد تموج هرجا ومرجا من أجل الحفاظ على ماء وجهها بعد انهزامها من العراق، وهذا ما أرادت أن تفعله في أفغانستان، ولكن رأينا الانهزام كان واضحا من الحكومة والجيش والقوات العسكرية والأمنية في أفغانستان وانسحابها بشكل مفاجئ، بحيث حتى الجانب الأمريكي، الاستخبارات الأمريكية، الرئيس الأمريكي أعلن أن هذا لم يكن متوقعا، وإنما كانوا يتوقعون استمرار حروب ما بين الحكومة وقواتها وبين جيش طالبان، ومرحلة أخرى يغذون هذه الحرب الأهلية
وتخرج أمريكا مرتاحة، ولكن طالبان كانت قد أعدت عدتها واتفقت مع الحاضنة الشعبية واستطاعت أن توقف مخطط أمريكا الخبيث. أشكر دكتور رافع. في بيان هيئة علماء المسلمين تحدث عن ظروف ذاتية تتعلق بالحركة، طبعا تتحدث عن انتصار يعني حركة طالبان المقاومة الوطنية والشعب الأفغاني، أنه ظروف داخلية تتعلق بالحركة، وتحدثت عن ما سمته ظهيرا إقليميا دوليا ومنصات للتفاوض في الخارج. هل ثمت فرصة أو إمكانية لبلورة ظهير إقليمي ودولي لتعضيد الحركة الشعبية والوطنية العراقية للوصول إلى النقطة التي وصلتها الحركة الوطنية أو الشعب الأفغاني في إخراج الاحتلال الأمريكي من أفغانستان؟ في قضية أفغانستان أستاذ ماجد، الدعم الإقليمي والدعم الدولي المقصود في بيان هيئة علماء المسلمين وهي برؤية دقيقة الحقيقة يختلف لأسباب موضوعية كثيرة، يعني الدعم الروسي، الدعم الصيني، الدعم الباكستاني شكله يختلف، وتحدث عن جزء من عند الدكتور لقاء الحقيقة. لكن فيما يخص العراق أنا أقول لك أن الدعم كل هذا الدولي الإقليمي سيأتي عندما تحقق القوى الوطنية منجزا على الأرض. لا يمكن أن يأتي الآن، وهذا واقع الحال، يعني لا تنتظر من هذه القوى شيئا إن لم تحقق منجزا على الأرض. ما دمت أنت في هذا الصراع لم تحقق شيئا، ما دمت مستسلما لهذا الدمار، لهذا الخراب، لهذا الفساد، راضيا به، لن تجد من يدعمك، لن تجد من يقف معك. لكن عندما تتحرك القوى الوطنية، القوى الشعبية بكل موجاتها وتشكل موجات كبيرة تبدأ تضرب بقوة، ستجد صداها إقليميا ودوليا، وستجد الدعم. هم ينساقون إلى أو يدعمون المنجز على الأرض. عندما تنجز شيئا على الأرض سيقفون معك، وهذا المطمن قوى العملية السياسية إلى أن هذه القوى يمكن الشعبية، يمكن قتلها، يمكن سحلها، يمكن اغتيالها، لكن هذا لن يدوم، لأن هذه القوى الشعبية وهذه القوى الوطنية لديها قدرة على التفكير، وسابقة قدرة هؤلاء الذين يعني الفساد يعني ثقب عقولهم ونفوسهم ورؤيتهم. فبالتالي القوى الوطنية والقوى الشعبية قادرة أن تفكر أكثر وتعرف كيف تضع قدمها بشكل ثابت على الأرض وتحقق منجزا يجعل القوى الإقليمية والدولية ومنها الأمم المتحدة تقف معها. هذا هو الحق، وهذا ما سيتحقق إذا ما أدركت هذه القوى الوطنية والشعبية أن منجزها يجب أن يكون ثابتا وعلى الأرض وواضحا وبقدرة مؤثرة معلنة للجميع، فبالتالي القوى الإقليمية والدولية ستكون ظهيرة. شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي، وشكرا للدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي وكان معنا من الدوحة، وشكرا أيضا لضيفنا الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. كما أشكر المشاهدين الكرام على المتابعة، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.